طبعاً إيفنت اليوم كان مبادرة إيجابية رائعة من تمكين وأنا أشكرها الحقيقة ووجه لها تحية لأن يعني قدرنا أن إحنا نلتقي بالمنتورز اللي هم الموجهين والجهات الداعمة في مكان واحد تمكننا أن إحنا نسأل العديد من الأسئلة ونحصل على العديد من الأجوبة والمعلومات في وقت قياسي جداً 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 فخورة بمستوى المشاركين هذه السنة مع اللي سمعته من المشاركين السنة الماضية أو السنوات الماضية في تطور وتقدم وايد كبير شاهدناه ولمسناه من ناحية الأفكار طرح الأفكار البزنس بلان وأيضا تقديمهم لهذه المشاريع للجمهور وعرضها للجمهور. فعالية اليوم كانت لها أثر عود على المشاركين لما التقينا إحنا مع المشاركين في هاي الأجواء بعيد عن جو المنافسة في كانت أرياحية وانفتاحية في طرح الملاحظات وطرح الأسئلة بعيد عن إن ممكن أنا أفوز أو أخسر. نتمنى إن هذا النوع من اللقاءات تتكرر بشكل أكثر وأكبر خاصة للمشاركين المهتمين في بداية مشروع على أرض الواقع. اليوم كانت ممتازة جداً لأن هذه أول مرة من عدة سنين من هذه المسابقة نلم المسابقين كلهم بعد انتهاء المسابقة ونقدر نقعد معاهم ونشوف أفكارهم لوين وصلت نشوف هل تطورها وهل بعض هالأفكار صارت حقيقة على أرض الواقع فجداً جميل هذا الشيء وكلنا أظن يعني بيني وبين باقي المرشدين حسينا بكل الفخر بكل الأفرقة اللي اشتغلنا معها على هذه الفترة. وطبعا ما شاء الله المتسابقين فيهم الحماس وعندهم افكار حلوه واللي حلو انه حتى في كونفرسيشن بسيط مجرد لعده دقائق خذوا بالنصائح وحددنا اجتماعات ان شاء الله بنقعد معاهم فحسيت انهم استغلوا هالفرصه البسيطه اللي كانت موجوده.